يقول هل يجوز القول لمن احتلم أنه قد جاءته بنت إبليس في النوم؟ إبليس له بنات، أن احتلم فهذا من الشهوة، أو في جسمها، في جسمه يمكن قوة، قوة شهوة، يحصل الاحتلام لأقوياء الأجسام يحصل منهم شيء، أو أنه متعب وأعضاؤه متعبة في العمل، ربما أنه يحصل عنده احتلام في الليل. نعم.